عايز طبعا اقول مبروك مبروك كبيره جدا جدا على فوز نادينا النهارده النادي الاهلي بنتيجه رائعه 3-0 على فيتا كلوب. بقول مبروك لمجلس ادارتنا اللي ما بيبخلش ابدا على فرقته في كل حاجه، طياره خاصه، وسائل راحه، كل الاجواء الصحيه اللي نقدر نقول عليها بروفيشنال لتهيئه جو للاعبين عشان يطلعوا كل اللي عندهم. مبروك لجماهيرنا، وده نمره واحد، جماهيرنا اللي كان عندها ثقه كبيره جدا جدا في معدن لعيبه النادي الاهلي، في شخصيه بطل، في شخصيه وروح واصرار لعيبه النادي الاهلي، كان عندكم ثقه ولاعيبتنا النهارده كانت قد الثقه وقد المسؤوليه. مبروك للاعبين اللي بذلوا جهد اكتر من رائع، مبروك للاعبين اللي بيردوا على ناس كتيره جدا، واولهم بنجي المدرب، مدرب فيتا كلوب بيرد عليه في الملعب زي ما قلت لحضراتكم، واحنا ولا يهمنا جو ولا يهمنا ارض ولا يهمنا حراره ولا يهمنا اي حاجه، احنا النادي الاهلي، احنا ابطال القاره. مبروك للاداره الفنيه اللي موسيماني بيقدم النهارده في اعتقادي من اروع مبارياته على المستوى الاداره الفنيه من خلال تشكيل، من خلال تغييرات. بنقول مبروك لكل هذه المنظومه على الفوز الكبير النهارده 3-0 على فيتا كلوب، كمان على مستوى التاريخ النادي الاهلي النهارده اول فريق مصري بيحقق الفوز على اي فريق في الكونغو على ملعبه، ده ريكورد للنادي الاهلي. وكمان النادي الاهلي النهارده الفوز رقم 41 في خارج الديار على مستوى المشوار الافريقي، ايضا النادي الاهلي هو النادي التاريخي في هذه الاحصائيه الرائعه، النادي الاهلي النهارده بيضرب مش عصفورين، اربع خمس عصافير بحجر واحد، وان شاء الله القادم افضل للنادي الاهلي.